الأندية المحلية مبتكرة جيدة تقليدية 69% تقليدية 14 جيدة 15 مبتكرة. تامر تقليدية هي النسبة الأعلى، وجهة نظرك تتفق مع النسب ولا لا؟ لا أنا ما 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 في الملاعب الكبيرة اي نعم التشجيع الحضاري، التشجيع الحضاري، لكن في ملاعب مثل استاذ سيب في ملاعب يعني المجمعات انا معك، لكن اذا في مجمع بوشر المبتكره لازم تكون موجوده. اوكي لا بس الناس يقولون ان المنتشر اكثر هي التقليديه. ترى انا قلت لك استاذي ليش وش السبب؟ اعرف السبب بس تتفق معاه ولا انا لا لا انا 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 مع ما اتفق 50%. أوكي. اذا كانت في مجمع بوشر اي نعم المبتكره افضل. اي لكن اذا في ملاعب مثلا استاد في مجمعات التقليديه معاهم. والد محمد ايش رايك انت؟ والله انا نفس رايي. شوف اتفقتوا في النهاية اتفقنا ها؟ صرنا حبايب سيباوي وقلبه سيباوي لكن هو يكابر يكابر. أنا أتفق معاه لأن التشجيع أنا نعم. مثل ما قال نعم الأستاذ نعم ويكون 50% خاصة إذا كان في المجمعات نعم نعم هذا.